ضرورة وقف اطلاق النار في اطلاق النار وتواصلنا مع مكتب الرئيس ليلة التوقيع وقلنا ضرورة وقف اطلاق النار اقل شيء في هذا الوقت حتى نعطي فرصة وهذا الكلام قلته لمبعوث الرئيس عندما جاءني الى طرابلس قلت له ضرورة فتح ممرات امنة ووقف اطلاق النار كرسائل ايجابية تبعث قبل الحوار حكي لصالح يقول لك هذا خط احمر الخطوط الحمراء كثيرة تجاوزناها، ويجب أن نتجاوز أيضاً لأجل الوطن هذه الخطوط الحمراء التي يدعونها، ما يتم ليس محاربة إرهاب وإنما هي تصفية خصوم سياسيين، جميعنا نحارب الإرهاب، درنا حاربت الإرهاب وأخرجت داعش من درنا، وخرجت داعش مهزومة مطرودة لتتجمع في سرت، لم تتعرض قوات حفتر التي تدعي أنها تحارب الإرهاب إلى القوة الخارجة من درنا ولم تطلق عليها رصاصة واحدة.